روبو هدا شغدا او هيو وامدي او هيي مركي او دورك كوتيري وها اسبدلي او كليا غريغي او لو بدلي قلنكا سي روبو وها او ربا ان او بابيو سيكو حيسي اهنا سيكو حيسي اهنا او بدلو رج أي إسكوفك إسكوكوحيهين محكمة وها أي وسير روبو وحل سارتي صور لسيدة قدقة وقفية تاس أو لوغة قولي يهي إن وسيركو وكوحديسة وغا عدقويو أما وغا فائديو سيدي أي ku qabsan lahaayeen masajid iyo madaris waqf ah waxaan akhrinayaa bayaanka kasoo baxay culimaadinka ahlus sunna wal jamaa iyo gudiga culimada ah ee masjidka al khadir annaga oo ah culimada ahlus sunna ee masjidka khadir بلكا مسجدك أصل أهان وحاو أها مدهب أهان لوغوه بيي شيخ أحمد صوفي وحانا أوه بيسي نورتوه لي حالان وحانا وريجنت بلكا وووكي شيخ أحمد صوفي سي كالسميئة كتيرتو شيخ محمد آدن أو أي حكتو يو حقال أهايين كوا دبكا كوها يا مسجدك ويؤجيهين أرنتاس لسمها مسجدك خدر وحاو صامري مرحلة ذكا لدوان كون سغال بغل تضباطني أفرتي أيا لليسي مسجدك خدر وحانا ما أنت تشوغا أو نول رقي أساس كمسجدك تاحي وحانا كمد أهرقاسي حاجي محمد شمعالي وردارة حاج سرير وحانا إمام لوغة دقائي مسجدك شيخ محمد آدن وديبي شيخ أحمد صوفي مركي ودنتي شيخ محمد آدن وحالو ديبي مسجدك شيخ علي تيتا وآها درسك مسجدك أساقنا مركي ودنتي وحالو ديبي مسجدك شيخ علي محمود علي شيخ علي السلاة وهذا أو إلا إيه هذا أها مسجدك إمام كيسا كن سقال بغل سقاشن يصدح دي وحا مسجدك لورد سي قد نادرين أه أو ككوبان سيديد حمنود وحانا قد قاس لسي شيخ أحمد صوفي كن سقال بغل سقاشن يشنتي وحا قد قا مركلة أي ديب لسين مسجدك خدر وحينا كرسين قلو عبر كيسي يهي صدح يطبان لغو لفتي صدح يطبان غرش كانا بسمهانا وحا بغيي قد ديغاس يددوينيه كالاتو لودي كون إياساقالكي وحا ديبلو لسي مركلة مسجد كخدر وحانا لغا لسي صدح بيانو أما صدح دباق سيدا حبا ددكو أيو يغاني وحانا بسمهاس بغيي حرت مسجد كا يدد كأهل كا كحرا أو جامين أي شيخ علي سلاد يو حاجي حاجي سوريا بلوغة مشكلة دارول كمسجد كا مشكلة دارول كمسجد كا وحا أي بلابتي لبدي كون إيا اللحية طبانكي كدير مركي ومسجد كا بسنا أفرطن إيا صدح سنو وحكا بضان تاس أو كيني سي إن أن دعوة مسجدك لا أقبل أما أن لدقيسا محايا إلي وحا ديراتي مددة أيا ديراتي أيضا أو أيسا شرين وحا قبض وعقبض مرتكيني كرتين دعوة إنتا سيدي مدعضو كوا ديباتدا أبو ري وحي وي تشوغين وحا وح لغانا كما اي سلاحين اسمها مسجدك اي اهرمه سا دقالك مسجدك الوصو قادي وحوكو يمد ابابل كردن اه مساجد اهل السنة والجماعة يوم مقدسات كودا
وحانا تشيره كوح وهابيوه اما فكر كاس غباه او ابابولان سيدي اي اولووريه لهايين مساجد اهل السنة ايجا او غرب كهيليا وسير روبو او انتو حلكا هايي كو غرب سيي كوح ديسا ان اي لووريهان الى ايو صدح مسجد و اهل السنة اي غعانتا كو هايين سيدو كالي وحا الالهاس قيب كأه تليال عيدان او وشاقين ايا سيكو حيسي اه او كا بحسن هبكا قرنكا هبكا دغنكا عيدانكا سيدا كود عضي علومة مسجدكا هادا علومة مسجدكا خدر هادا كوه او لغوح راي سي اما سيفو شرع الدراء فالكاس وحا سميي تليال عيدان او اسوغو جرا كوا لنتي ايو كوا نول هادا sidoo kale go'aanka wasiirka waxa uu keenayaa sugnaan la'aan xagga ahkaamta ah waxayna kale oo keenaysaa dhiirigelin dacwooyinka beegsiga ah iyo kala arsiga kooxaha kala duwan ee diinta u nisba sheegta gudiga masjidka gudigi soo maamulayay masjidka muddadii uu dhisnaa ilaa iyo hadda gacantana ku haya ilaa iyo haddana gacanta ku haya gudigaas oo ay wasiirkii hore soo magacaabay ayaa wasiir roobo waxa uu rabaa in uu baabiyo si kooxaysi ahna ugu bedelo rag ay isku fak isku koox yihiin taasna ma aqbali doono insha Allah waxayna la macna tahay laga cabtihii oo loo dhiibay go'aanka cabashada wasiirka oo ahaa laga cabtihii cabashadii loo gudbiyay maxkamadda sare ayaa maxkamaddu ku wareejisay go'aan ka gaarista masjidka taas oo macnaheedu yahay in garsoorihii iyo laga cabtihii isku mid noqdeen garsoorana ma noqon karo qof dacwada dheef ugu jirto ama daraf ka ah wasiirroobo waxa uu cuskaday burburinta go'aankii wasiirkii isaga ka horeeyay in aana la siin dhinacyada fursad ay ku soo gudbiyaan doodooda taasna waa been aan sal iyo raad toona lahayn oo wasiirku uu ku xalaalaysanayo garab istaaga kooxdiisa dhinaca kale maxkamaddu waxa ay wasiirroobo u xil saartay soo dhisidda guddiga waqafyada taas oo looga gol leeyahay in wasiirku uu kooxdiisa uga cadgooyo ama uga faa'iideeyo sidii ay ku qabsan lahaayeen masaajid iyo madaaris waqaf ah digniin waxaa shacabka iyo culimada ahlu sunna ku wargelinaynaa in aan wasiirroobo iyo kooxdiisu ku ekaan doonin masjidka khadir iyo waxyaabaha kaloo lamidka ah ayna ku hawlan yihiin dhammaan waqafyada kale ee ay gacanta ku hayaan ahlu sunna waljamaaca waxaan ku wargelinaynaa dhammaan hay-adaha dowladda in wixii dhibaato ah ee ka dhasha go'aanka eexda iyo kooxaysiga ku dhisan baalmarsan habka dowliga ah mas-uuliyaddiisa uu qaadi doono wasiirka iyo ciddii ku garab istaagtay
وسيرك وحن حصوصنا إن حلكو ويهي إن حلك وهايو وحن حصوصنا إن حلك وهايو إن ويهي لو ذلي يهي أو يسمع أوسن جار ولا هين مرنا نسيدو دونا أوسن وقفا إيدي سن كريم مدح ذا إسجا حلك أبيبتي وحن لنا هاي روبو هدا شغدا او هايو وامدي او هايي مركي او دوركا كوتيري وها اسبدلي او كاليا غريغي او لوبدلي غالينكا